النفس والروح. أما القرين، عندي قرين من الملائكة وعندي قرين من الشيطان، ولذلك ربنا ذكرهم الاثنين وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القرين ده اللي معايا أنا، تمام؟ القرين اللي هو من الملائكة اللي جاي معايا ودائم معي من أجل أن يسجل علي كل شيء، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي قرين من الشيطان، إنه كان لي قرين، يقول إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا الله، ده من الشيطان بيقول لي ما تصدقش بيوم القيامة. فكأن ده برضو نوع من التوازن، عندي قرين من الملائكة وقرين من الشيطان، عندي شياطين بتقول لي على الشر وعندي ملائكة تأمرني بالخير. أدي الفرق ما بين الاثنين. يعني اللي بيتكلمني دلوقتي ده، نعم، أولا القرين لا يموت، لا يموت ولا بيموت؟ أنه قرين فيهم، أي قرين؟ ما هو أنا عندي قرين الجن، الجن يموتون، قرين الإنسان، يعني أنا ليه قرين؟ أيوة ليه قرين من الجن؟ وقالوا أن دائما كل إنسان له قرين كافر، ما هو ده من الجن، عدا قرين رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو قرين مؤمن مسلم، مظبوط؟ بص ساعتك، قرين من الجن يعني إيه؟ على شكلي بس من الجن؟ لا يا فندم، ما فيش حاجة اسمها على شكل حضرتك مالك. يا فندم لا، ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا في الدنيا خلق معنا الخير والشر والجن والإنس والملائكة والشياطين، خلق مع الدنيا والآخرة، خلق معي داعي الخير وداعي الشر، وآدي الهدى وآدي الضلال، وآدي الإيمان وآدي الكفر. فالقرين يا فندم ما فيش حاجة اسمها قرين على شكل رمضان، وقرين ده من نفس روح رمضان، ورمضان يموت والقرين بتاعه ما يموتش. لا يا فندم، القرين ده عبارة عن قرين من الملائكة دائما يدعوني إلى الخير، وقرين من الشيطان دائما يدعوني إلى الشر. قرين الشيطان يقول لي يا عم انت مصدق فيش حاجة اسمها يوم قيامة، فيش حاجة اسمها حساب، إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما. الله الله الله، ده كان بيقول لي ما تؤمنش بيوم القيامة ولا تؤمن بالآخرة، ده من الشيطان. طب وفي قرين تاني مؤمن لا معايا بيسجل علي وقال قرينه هذا ما لدي عتيد قيا في جهنم كل كفار عن الله. سبحان الله، ليه ده كاتب علي كل شيء؟ طب دول بقى بيموتوا مع الإنسان لما يموت؟ الملائكة لا تموت، إنما الجن والإنس يموتون. يعني قرين الجن بيموت مع الإنسان؟ مش شرط مع الإنسان، لا خالص، ليس عندي نص إنه مجرد ما يموت الإنسان يموت قرينه، لا يا فندم خالص. إنما إحنا عندنا شياطين موجودة بتغوي الإنسان بالشر، وملائكة موجودة تدعوه إلى الخير. مات الإنسان ما فيش حاجة اسمها قرين يموت معاه، لا خالص، هو عليه رقيب وعتيد بيسجلوا إلى يسلموا ملفاتهم وخلص موضوعهم. بس ده القرين اللي معايا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن كل إنسان معه قرين من الشيطان يدعوه إلى الشر. طب وانت يا رسول الله معاك؟ معايا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير.